امتى اول جيم لفادي الخطيب بنادي الحكمه؟ بكون عم بتبزق عليهم بيقولوا لك عم تشتت الدنيا. انا نجمه ببعض الاحيان قالوا عنك ابو ليره. اخر همي شو بدهم ينقال. سالوا قال له هل انت بتعتقد فادي رح يكون اضافه لنادي الحكمه؟ قال له لا، ما تشوف انه ماني بعيد عن ابو ليره. كم شعر لعيب قاصص بفوت بطرقك قتله. ما بقدر نام اذا هي مش كانت حد بالتخت.